وللمزيد من المتابعة والتحليل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية. دكتور تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك وأهلا بمشاهديك، تحياتي. أشكرك. اقتربنا من الشهرين تقريبا والمجازر الإسرائيلية متواصلة والنداءات الدولية بتتوالى من جانب الكثير من المنظمات الحكومية وغير الحكومية لإسرائيل للمطالبة بوقف إطلاق النار، ولكن أطلق العنان لإسرائيل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء الغربيين لارتكاب الكثير من المجازر في قطاع غزة. يعني كيف تصف المشهد سياسيا وأيضا من ناحية الشعوب الغربية والعربية؟ يعني خلينا أقول لك المشهد مؤلم للغاية، يعني مشهد لا تستطيع أي نفس بشرية أن تتحمله بدرجة كبيرة جدا بحكم هذا الهلاك وهذا الدمار الذي تمارسه إسرائيل، وهذا الإجرام اللي لا حائل ولا مانع أمام إسرائيل لإيقافه. وبدرجة أو بأخرى هي تريد تحقيق أمل تعيشه، وهو إنهاء المقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة، أو الوصول لقادة هذه المقاومة اللي إلى حد كبير جدا هناك هوس في الداخل الإسرائيلي بعدم الوصول إليهم. وأمام سبيل ده أمامها الحجر والبشر تبيده، ولا مكان آمن داخل قطاع غزة. وبدرجة أو بأخرى متصور بصرف النظر عن تباين المواقف حديثا بين الولايات المتحدة الأمريكية أو ما بين إسرائيل أو هبة الشعوب الغربي اللي بدأت تشكل آلية ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء وعلى إسرائيل ثانيا، إلا أنه الموقف تمارسه إسرائيل بلا هوادة ومتصور، والخشية أنها ترتكب جريمة أخرى بعد تفريغ الشمال أو أكثريته وذهابه إلى الجنوب، وتبدأ عمليات ضرب في الجنوب. عند ذلك الموقف هيكون الأمر يعني صعب جدا وللغاية. دكتور، يعني السيد وزير الخارجية ومجموعة من الوزراء في الصين للتباحث حول إمكانية حل الدولتين ووجود حل جذري ووقف إطلاق النار، يعني كيف ترى هذه المبادرة من جانب وزراء الخارجية العرب والتفاعل الصيني مع هذه الأزمة بشكل أو بآخر؟ يعني خلينا أقول لك التفاعل الصيني معلوم ومعروف، وذهاب المسؤولين العرب إلى الصين شيء جدي، وبالتأكيد إن فكروا في الذهاب إلى الروس هيكون شيء أكثر جدية. لكن إحنا كلنا عارفين أن الأمر كله مربوط على رغبة أمريكية وعلى رضاء إسرائيلي وعلى غطاء إنجليزي ألماني في المقام الأول. كلتا الدولتين يعني حجم التأييد الخاص بهذا الأمر واسع وكبير جدا، وإن واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بصرف النظر عن حديث كثير جدا من سياستها عن حل الدولتين أو غيره من مثل هذه الأمور، لكن هي تريد إنهاء هذه المسألة ولا تستطيع أن تقف أمام الرغبة الإسرائيلية اللي إلى حد كبير جدا ترى أن الموقف مناسب لتصفية هذه القضية. لأن الأمر ما تفعله إسرائيل ليس مرتبط بقطاع غزة. خلينا أقول لك ما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية أكثر مهانة مما تفعله داخل قطاع غزة. جنين، تقتحم جنين بشكل شبه يومي، وهناك 80% من البنية التحتية لجنين تم دمرها بالكامل. حجم من اعتقل إداريا داخل الضفة الغربية يتعدى 3000 معتقل. حجم من استشهدوا كثيرا. المنطقة جيم جنوب الخليل والأغوار وشرق رام الله يتم تفريغ سكانها منها، ومن يعترض يطلق عليه النار. 31,000 رخصة سلاح وزعت على المستوطنين، بمعنى اعطائهم رخصة بالقتل للفلسطينيين. وعيطمار بن غفير صرح بانه حجم ما تم منحه بالرخصة اكتر من 31,000. فالامر من وجهة نظري على المحك، والقضية في مفصل هام، وانا متصور ان التعاطف الدولي والتعاطف الاقليمي والضغط عليه، خصوصا ان هناك 5 دول على رأسهم جنوب افريقيا وبوليفيا وجيبوتي وغيره تقدموا الى المحكمة الجنائية بشكوى اخرى للتحقيق في هذه الجرائم. لكن الموقف دعنا نراقبه،
ونتعشم أن تكون الزيارات العربية والمسؤولين العرب لكثير من القادة على النطاق الدولي تؤتي ثمارها، وإن كنت أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية بيدها الكثير والعالم العربي بيده الكثير اللي يستطيع أن يفعله مع الولايات المتحدة الأمريكية إن أراد. دكتور، لعلك تتفق معي أو تقول رأيك فيما أذكره فيما يتعلق بأن إسرائيل حتى الآن لن تحقق أي انتصار عسكري أو حتى انتصار سياسي بخلاف القتل والتدمير والخراب في قطاع غزة، لم تحقق الأهداف المعلنة منذ البداية، ونزيف الخسائر الاقتصادية متواصل في الداخل الإسرائيلي. إلى أي مدى تستطيع إسرائيل الصمود أمام حالة الفشل العسكري والسياسي والخسائر الاقتصادية في وجه حماس؟ صحيح، هو ده السر الأكبر، إنه إسرائيل لم تستطع برغم قسوة هذه الضربات وشراسة هذه الضربات وحجم الدمار الذي أباد الحجر والبشر من على الأرض، لكن لم تستطع إلى الوصول إلى قادة المقاومة، ولم تستطع الوصول إلى أماكن إطلاق الصواريخ اللي خارجة من قطاع غزة بين حين وآخر إلى تل أبيب وإلى عسقلان وإلى سدروت وإلى غيره من المدن الفلسطينية القديمة أو الإسرائيلية. ودي مسألة أصابت الجانب الإسرائيلي بشكل من أشكال اليأس، ناهيك عن اصطياد الكثير جدا من الجنود الإسرائيليين أثناء الليل والكمائن اللي بدأت تفردها حلقات المقاومة، ومشهد ضرب إحدى الدبابات من شخص يلبس جلباب أو ترينج رياضي كان مشهد أمام مرأة والكثير جدا من وسائل الإعلام. الكل يستميت في الدفاع عن الأرض والعرض بدرجة كبيرة، وهذا الأمر أصاب إسرائيل بالجنون من الداخل، خصوصا أنك أنت أمام شخصيات هي الأكثر إجراما في تاريخ إسرائيل، نتنياهو وساموتريتش وأيتمار بن غفير وأريه درعي وغالنت وبين غانتس، هذه الشخصيات الإجرامية اللي بتمارس إجرام هي تدركه وبدرجة أو بأخرى محمية من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عسكريا صحيح يعني خلفت دمارا شديدا. شبهه نتنياهو بما فعله الحلفاء في اليابان وألمانيا، لكن لم تستطع أن تهزم المقاومة أو أن تصل إليها، ولم تستطع أن تحقق نصرا عسكريا حاسما، وحجم خسائرها البشرية يكاد يكون يوميا بعدد مخيف، يعني إسرائيليا انت لو بتتكلم عن 5 6 10 15 ده رقم كبير بالنسبة لإسرائيل. الخسائر المادية والأسلحة ممكن تعوضها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، لكن الخسائر البشرية ناهيك عن حجم الهجرة العكسية اللي تعدت 500,000 نسمة خرجت من إسرائيل إلى خارجها، وده أمر مرعب في الداخل الإسرائيلي، والأمور كلها معطلة في الداخل الإسرائيلي. شكرا جزيلا، أشكرك الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا.